يا مساء الفل، يا مساء الجمال، تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من الستات على النهار. صباح الفل لسهير اللي لابسه نص كم لغايه دلوقتي وانا خلاص بتلج، انا ما اعرفش مع انها بتسقع بس مش عارفه هي بتعمل ايه. يعني انا عارفه انك سقيعه، المهم سلمي على النساء. يا صباح الاشراق والخيرات والمسرات والمسا لكل الكل اللي بيشوفونا، واحلى صباح واحلى مسا، صباح ومسا على راي فيروز، ويسعد صباحك يا حلو ولي مفيده. ما بتسقعيش يا صاير؟ بسقع جدا جدا جدا. إيه جدا، بس انا ما بحبش الشتاء، ما بحبش البرد، مش ما بحبش الشتاء، ما بحبش البرد، ما بحبش لبس البرد عكس غالبيه الناس اللي هو اللي يشوفوا ان الاناقه في اللبس الشتوي بتاع الشتوي والبوتات والكوت. انا يعني بفضل اقاوم، انا اول واحده تصيف واخر واحده تشتي. لا انا بسقع. المهم قبل ما نبتدي الحلقه، منذ قليل انتهت مباراه السعوديه والارجنتين، ويعني السعوديه عملت مباراه اكثر من رائعه بوجود ميسي في الملعب، كسبت 2-1. الف مبروك للمنتخب السعودي، المنتخب الاخضر، عملته ماتش رائع. يعني انا وانا بجهز للحلقه كنت بتفرج، يعني شيء روح قويه جدا، روح رجاله، منافسه، ما فيش كلل، رغم ان الوقت المستقطع او الوقت الضايع كان 17 دقيقه، لكن قدروا ان هم يستحملوا. بجد 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 شيء اكثر من رائع. مفاجأة مباراة حلوة، رائعة جدا، في يعني تدي أمل وتدي طاقة حلوة في بداية المونديال. أكيد كل العرب مش بس السعوديين، إحنا العرب كلهم بنشجع كل الفرق العربية، أي فرقة عربية في منافسة عالمية أكيد مشاعر العرب كلها بتتوحد لمساندة الفريق العربي. المصريين عندهم حب زيادة وتفاعل زيادة وفرحة زيادة، حالة زيادة كده موجودة عند المصريين، سعداء جدا وفرحانين، ويعني السوشيال ميديا بجد حاجة تفرح المصريين، كأن مصر، أي فرقة عربية كأن مصر. وأكيد السعودية ليها شوية أكتر، السعودية، الكويت، في دول كده ليها شوية أكتر، بس مصر هي مع كل الدول العربية، مع كل المنتخبات العربية، كل الحب بنحيي السعودية، هي بتمثل العرب، فده فوز للعرب، فوز للمصريين، فوز لكل بلد عربي. هو احنا لسه قدامنا، يعني هو دي اول ماتش، فاضل لهم لسه ماتشين كمان، بس احنا متوقعين ان شاء الله انهم يعملوا اي فريق عربي في هذه البطولة، فاحنا كلنا بنشجعه. دلوقتي حاليا تونس دلوقتي في ماتش بين تونس والدنمارك بيلعبوا، واثناء ما احنا على الهواء للي مش متابع الماتشات هنحاول ان احنا نقول لكم النتيجة، وان شاء الله الفوز لتونس علشان يبقى النهارده يوم عربي 100%. ان شاء الله في فرح وفوز وانتصار، سواء في ملاعب كرة القدم او سواء في الحياة، انتصار للعالم العربي يا رب دايما. في دراسة اتعملت، لو اكدت شيء اكدت الوضع الحالي اللي احنا فيه. في دراسة اتعملت على الريموت كنترول، دي حقيقة، واتعملت على قوة الريموت كنترول في البيت، بيدل على قوة الشخص الذي بيده الريموت كنترول في البيت. يعني الريموت كنترول في ايد مين، هو ده الشخص المهيمن في البيت. والدراسة دي لما اتعملت، اتعملت علشان تقول ان احنا لا شعوريا في اللاوعي بتاعنا بنتعامل بنفس الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها في حياتنا العادية، حتى مع اقل الاجهزة. يعني فكرة ان الريموت كنترول، استغربت جدا لما الاعداد النهاردة اتكلم الريموت كنترول، قال لك بقى ايه الريموت كنترول لما بيبقى موجود في ايد الشخص اللي في البيت، وعادة بيبقى الرجل، ان دل على شيء فدل على ان هذا الرجل هو المهيمن في البيت، لكن بشروط. هو كأنه رمز للسيطرة والهيمنة، الريموت ما يزال في يدي، يعني انا متحكم، انا المسيطر، انا اللي بقود، انا القائد. دايما في مشهد يحدث في اغلب البيوت العربية وشفناه مترجم في مسلسلات كتير، حدث بالفعل ويحدث وسيحدث، ان يحصل حوار بين الزوجة وبين الزوج، هي تقول له لا انا عايز انا اغير
واجيب اللي انا عايزاه، فهو يقول لها لا يعني ايه تغيري وتجيبي اللي انت، انا بفرض كذا وانت ما ينفعش، وده ماسكه الريموت نفسها ضد انوثه المراه. هو الراجل شايف ان هو المتحكم، فلازم حتى في ابسط التفاصيل اللي هو الريموت، بالاضافه ان هو بيشوف ان الستات بتتفرج على حاجات ايه، المسلسلات التركي والهندي، ايه 1000 حلقه او 2000 حلقه او 3000 حلقه، ايه الكلام الفاضي، انتوا شاغلين نفسكم بالكلام ده ليه؟ هو مركز يا في الاخبار يا في الماتشات يا في بعض برامج التوك شو، وهو كمان بيحب يقلب. انا بالتالي الستات، انا لما بجيب قناه، وهو نادر لما انا يعني بتفرج على تلفزيون، لما بجيب قناه ما بغيرهاش الا في رمضان، ببقى عارفه مواعيد وما بحبش اتفرج على اي منصات، انا بتفرج على التلفزيون. عموما الريموت هو رمز الهيمنه للرجل ومن بعديه الابن. انا عايزه اقول لكم بقى، اي رجل بيسمح لاي حد غيره استعمال الريموت في البيت، فده معناه ان الاب ده عاطل. ليه؟ لان هم لقوا ان الراجل لما بيبقى ماسك الريموت هو اللي هيقرر الاسره دي هتتفرج على ايه. ولان احنا الستات عاده، انا بختلف مع سوير في حته الخناقه اللي بتحصل، لان الموضوع ما بقاش فيه خناقات، احنا نادرا ما بقينا بنهتم ان احنا نركز على حاجه في وجود جوازاتنا واحنا بنتفرج. اولا لان احنا ما بننبسطش، ثانيا ما بنتابعش، لان هم طول الوقت بيزنوا ان احنا نطلع نقوم نعمل لهم شاي ونرجع، فبالتالي بيقطع عليا الصوره مش مساويه كده جدا. فانا بفضل دايما، اعتقد انا وكثير من النساء، ان احنا دايما لما نحب نتفرج على حاجه تخصنا واحنا رايحين واحنا في دماغنا، اما العيال الصبح في المدرسه وهو في الشغل وانا قاعده لوحدي، هقوم اطبخ شويه وارجع اتابع وبعدين اقفلها وبعدين اروح ارد. يعني فكره الستات انهم دول يتنازوا على ريموت كنترول ما بقتش موجوده. ليه؟ علشان تكبير دماغ منهم. ولكن لما الرجل يترك الريموت كنترول للمرأة، فعرفوا ان المرأة هنا في البيت دي اقوى. ليه؟ لان هي ممكن تكون اللي بتصرف، وان هو ما بيشتغلش او هو قاتل، فهو حاسس ان هو ملوش حق لا 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 ان هو يدي التعليمات. لا 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 لا، او هو صاحب فضل ومفيش راجل صاحب فضل. لا لا، مفيش راجل صاحب فضل في الريموت. لا لا يعني ايوه، هو بيعتبر ان ده حاجه اكرام، حاجه امتنان، حاجه ذوقيه. يعني لما بيعمل كده بيبقى هو الراجل ان هو يسيب عنده ده؟ طبعا. لا، الدراسه بتقول ان هو لو ساب ده هيبقى معناه ان هو عنده احساس ان هو مش كبير انف، يعني يا اما ما بيشتغلش يا اما مش محقق ذاته، فهو ده السبب الوحيد. لا لا، اللي يخلي الراجل يسيب. انا ماليش دعوه، ده الدراسه اللي بتقول كده. مش بس السبب الوحيد، ممكن ده يكون، لكن انا بتكلم على الثقافه المصريه، ممكن اكيد ده الدراسه اتعملت على ناس مش عايشين في ثقافتنا، لكن في الثقافه هنا في جزء اكيد بيبقى هو بيتنازل عشان هو حس ان هي تستحق ده، ان هي القائد، وفي جزء بيتنازل تفضلا وكرما وحبا، بغض النظر يعني سايب لها. انا اللي انا اعرفه السوشي حاجه، هو يسيب ما يسيبش، اللي انا عارفه حاجه واحده بس، ان في ستات بتتخانق على الريموت. ليه؟ علشان احنا اكبر من كده، ولان احنا فعلا فعلا احنا عارفين، مثلا زي مثلا احنا كاسره قاعدين كلنا مع بعض النهارده وفي مسلسل، بس في اخبار، انا من جوايا هبقى حاسه ان انا لو جيت قلت للعيال وجوزي وهو قاعد هتقولي المسلسل هيضحكوا عليا. احنا كستات عندنا الرادار اللي يقول ايه، مش وقته اتفرج دلوقتي على المسلسل لما ابقى فاضيه ودماغي. ليه؟ لان انا عارفه ان هما في حاجه اهم عايزين يتفرجوا عليها. ودائما انا بشوف ان الستات في الحته دي بتبقى مضحيات واذكياء، فاهمين ان النهارده هم العيال دي كلها بجوزي متجمعين عشان يتفرجوا على حاجه، ماتش مثلا زي اليومين دول، هاجي انا في وسط ماتش لا في الماتش اقول له المسلسل. لا لا، بصي في حالات طوارئ، اي ماتش حالات طوارئ، مش شرط في كل بيت، دي حالات استثنائيه. لا، في اغلب أيوة البيوت. الفكره اللي انا عايزه اقولها، لو انا ولادي وجوزي اكيد هعمل كده، الكوره انا يحب الكوره زيهم، يحسب لهم الملعب. يبقى اذا ان دل على شيء دل على ايه؟ بس ست حكيمه وعاقله. لا، الست ما بتتخانقش على الريموت، هي عارفه ان هي مش محتاجه ان هي تثبت سيطرتها على البيت من خلال ريموت، بغض النظر عن الدراسات اللي هي بتقول هي صاحبه السيطره بالظبط كده. يعني هي السيطره كلها. عملتوا بقى دراسه بتقول اصل الراجل اللي ماسك الريموت مهيمن اكتر من ماشي يعني. ده احساس مش واقع. اوكي يا باشا، ده احساس مش واقع، هو بيبقى عايز ياخد الاحساس ده. لكن الواقع ان الست هي رئيس مجلس إدارة البيت، هي المدير التنفيذي للبيت، ده مؤكد ايا مكان بقى.
موقع الراجل ايه؟ اي مكان راجل دوره فاعل ودوره مشارك، ولا دوره صامت وغير فاعل وموجود بلا وجود؟ اي مكان الدور اللي بيلعبه الرجل وموقعه من الاعراب، الست هي رئيس مجلس الاداره وهي المدير التنفيذي. ولكن ليه القصه دي؟ ليه الراجل عنده الاحساس ده؟ الدراسه بتقول لك من زمان، من وقت الانسان ما كان في الكهف، ومن قبل الحضاره ومن قبل كل ده، هو كان بيرجع من الصيد ويولع النار ويقعد صامت كده. هو مش لازم يكون الشاشه هو بيتفرج على حاجه، هو ممكن يبقى هو في الكهف، في الملكوت بتاعه. هو يعني فكره السيطره وان هو يبقى بس موجود والدنيا صمت وهو المتحكم وقاعد كده قدام النار، بيشبهوه ان هو دلوقتي بيقعد قدام التلفزيون. سواء من زمان او من دلوقتي، تمام. الريموت في ايد الرجل علشان هو مش لاقي حاجه تانية يعملها في البيت غير ان هو يمسكه ويقعد يقلب في القنوات. ولان احنا الستات عارفين ان احنا لو دخلنا في هذا الجدل مش هنوصل لحاجه، ولان عارفين ان احنا عندنا الوقت بتاعنا الخاص اللي هو الوقت في العيال مش موجودين وهو في الشغل، فانا استطيع ان انا استمتع بوقتي. فالدراسه دي انا بالنسبه لي على قد ما انا عارفه ان هي حقيقيه ولكن غير واقعيه. ليه؟ لان انا بشوف انا بالعكس، ده انا لما ادير ريموت كنترول انا هبقى مبسوطه وشاريه دماغي. عيش يا عم بالريموت كنترول، مش انت جاي من الصيد من ايام الكهف وقاعد تنح زي ما انت عايز، بس ما تقعدش تزن. يعني ما تقعدش تقولي شاي، اعملي ميه، هاتيلي نقط المراخير، النضاره فين يا حبيبتي. لا، يعني انا اتمنى انك تمسك الريموت كنترول وتتفرج عليه وتركني في عالمي. انا بعتقد ان احنا نبقى محظوظين جدا لو الدراسه دي حقيقيه. لما اصحى انا مستعده نتنازل. الدراسه دي رصده مجموعه من الحاجات، yes. منهم ان في فنزويلا مثلا الهيمنه الذكور غير موجوده. الهيمنه من اليمين مش للزوجه، للجده. يعني وانا اعتقد ان البيوت المصريه اللي فيها جده هي الجده اللي مسيطره، الجد او الجد اللي موجود لا فيهم اعتقد هو اللي مسيطر على الريموت. هقول لك على حاجه، عشان عندي الكيس دي، صاحب الريموت كنترول هو الجد او الجد. انا يعني لا اعتقد. هقول لك يعني ليه دي مش فنزويلا بس، هنا كمان هقول لك ليه. لان الجد والجده عندهم مكان هما بيقعدوا فيه، وعادة برضو الجد والجد مش بيبقوا هما المهمين، لكن القرار بيبقى للحفيد إن كان صغير أو كبير. يعني أنا كلمتي مثلا لو أنا وماما بنتفرج، ماما هتبقى عايز تتفرج على مسلسلات هي كبيرة، لكن لو نزلت منا قلت لها ماما الليبي ده في فيلم عربي هتقلب لها. أيوة هي بتتنازل حبا في الحفيد أو الحفيدة. الجدة هنا مش بتبقى هي طول ما هي مفيش حد عايزة تدلعه. بالظبط، هي ودي فرصة ان احنا نقول لو انت عايش مع جد او جدة فانت محظوظ، سيبهم كل المساحة. طبعا. يعني كل اللي هم عايزينه خليهم يعملوه. يعني هم موجودين بركة في البيت، هم موجودين نفحة حلوة، فانت كمان او انت كمان لازم يبقى عندك من العطاء والتقدير والامتنان والحب والدعم الكتير جدا في اي جد او اي جده عايشين معاكم. سيبوهم يعملوا ما بدلش وشجعوهم على كده وحببوهم في كده، ويعني كونوا دايما في صفهم. في كمان نقطه لفت نظري، ان على قد ما الدراسه دي يعني بتقول حاجه فيما يختص بذكوريه المجتمع، وانا ما اعتقدش انها دراسه مصريه، اعتقد انها دراسه اوروبيه او اجنبيه، لكن هل اليومين دول احنا معانا او يهمنا فكره الريموت؟ احنا كل واحد على موبايله، كل واحد بقى معاه ريموت. لا لا بس في مش بيته. كل ايوه بس احنا في شرايح كتيره من الناس موبايل، لا ما عندهاش باقه نت، كله عنده. لا لا ده كم المعاكسات باقه نت؟ أيوة ايه كله واي كل فاي. ايوه ما هو في شرايح كتير وفي اطراف كتير وحياتك في عندي كله بقى عنده، كل باقه النت مش دي المدن. والواي فاي موجود حتى لو عند الولاد مش عند الكبار. يعني ما زال التلفزيون يا جماعه هو شيء رئيسي في الاغلبيه، ما نحكمش على اللي احنا بنعرفهم او في المدن. لو انت اكتر فتحتي زاويه النظر كده استعمالا للنت هي القرى وليست المدن. ايوه ما هو انا بيبقى عندي النت ده، لان النت ده بفلوس، بيبقى عندي الباقه لما بتخلص ممكن ما يعني افضل لاخر الشهر وبعدين ابقى اجدد، او بيبقى في وقت مش عارف اجدد باقه النت.
فالتلفزيون مخصصة للكبار مش للصغيرين، للكبار حاجة رئيسية جدا. والكبار ممكن مبقاش عندهم تليفون، مبقاش عندهم نت، عندهم التليفون الصغير اللي ما فيهوش نت. يا جماعة الكلام ده مش واقعي، وده واقعي جدا. والله مش واقعي، والله واقعي. ده انا عايزه اقول لك على حاجه، ده كم ممكن اكون تجربتي انا مختلفه، ما اعرفش. مفيده، انا مفيده بشوف من القاهره، من القاهره يعني. لا لا لا، ده مش حقيقي. على العموم بس خلينا يعني نقول لكل ست تتفرج علينا، لو جوزك مسك في ال اسمه ايه ده الريموت كنترول، انت عارفه هتعملي ايه، انت هتكبري دماغك، لان ده احساس منه لا وعي، يعني احساس لا وعي، احساس هو مش عارف ان هو بيفكر كده، ولكن هو احساسه بالهيمنه، وان هو عايز يتفرج بمزاجه، وان هو يقلب او ما يقلبش، وان هي الاكثر حكمه والاكثر عطاء. انت طول الوقت انت بتدي وعندك الايثار اكتر من الراجل، فتمام يعني. في الفتره اللي موجود فيها الراجل او الولاد او الاجداد او الاحفاد، انت اكيد عندك من الايثار ومن العطاء ان انت هتفضليهم عليك. لا هو مش موضوع كده برضه، عشان يبقى ده ظلم. هي هتعمل ده علشان هي عندها من الوقت بتاعها الفري اللي بدماغها اللي هتتفرج فيه. لكن لو انت عايزه تتفرجي على حاجه بقى في وسط ما هم كلهم قاعدين، هل تستطيع المراه ان هي تعمل كده؟ يعني هل احنا كستات احنا قاعدين في وسط عيلة، بس سيبك من الجد والجد، عشان بابا وماما، لو هو باباك ومامتك او لو حماتك، مش انا اعرف ذوق يعني. اعرف ستات كتير وقت المسلسل اللي هو الساعه 8 او الساعه 7، في مسلسلات كده معينه اللي هي مسلسلات العمر الطويل ليكي يعني، هم المسيطرين وهم انا اعرف مهما كان ايه، وتحصل الخناقه لو في، لا مفيش خناقه، في اخبار او في حاجه والله بتحصل. هقول لك ليه ما بتحصلش خناقه، لان كل البيت ست بتبقى مبلغة كل البيت، يا جماعة أنا عندي من 7 لـ8 هقعد أتفرج على المسلسل الحلقة رقم 100 في المجموعة رقم 500، أنا حر تمام؟ مزاجي كده. فكل البيت بيبقى عارف ماما الساعة 7 قاعدة من 7 لـ8، الأم تبلغ. فكرة إن بس هي إن كمان الأم بتشوف إنها تعبانة طول اليوم، بالظبط، بتعمل طول اليوم، فده وقتها بقى وقت المسلسلات، محدش يعني يغير مودي، محدش يضايقني، أنا عايزة أتفرج كده. ولو هي بقى معاها حماتها أو معاها مامتها، بيبقى دي اللحظة أو الوقت الحلو بتعمليه، لأن الست غير الراجل. الراجل بيتفرج على التلفزيون، يا هو شايف أو مش شايف، المهم التلفزيون قدامه، لكن الست بتتكلم في التليفون وبتعمل تيركو وتقوم تروح المطبخ تعمل وكل ده، وهي مركزة برضو في المسلسل اللي هي بتتفرج عليه. يعني الست بتقدر تعمل كذا حاجة مع بعض بكامل التركيز على فكرة. الراجل لا، الراجل هو بيعرفش يعمل غير حاجة واحدة، أو يبقى التلفزيون مفتوح وهو مش شايف اللي قدامه، بس هو عايز يفصل. عارفة زي الناس اللي بتحط أفلام أبيض وأسود بالليل أو مسرحيات كوميدي تقعد تضحك، او اللي بيسمعوا اغاني كده زي حالاتي، بيسمعوا مسلسل او بيشوفوا مسلسلات قديمه، ده انت بتفضي دماغك من كل احداث اليوم. مش انا مش شرط اوافق ذهنيا، بس انا مش شرط اوافق على هذا المنطلق، يعني انا مش شرط اوافق على الكلام اللي بيتقال، يعني وجهه نظري مش وجهه نظر الاداء. ده مش وجهه نظري، ده واقع. لا واقع، انا عارف، بحكي لك على واقع بتحصل. انا مش محتاجه ان انا اوافق على ان جوزي يبقى هو علشان هو عايز يفصل فيمسك هو الريموت كنترول ويفضل يقعد يقلب وانا زهقانه. لا، لو انا عايز اتفرج على التلفزيون، اعتقد ان احنا كستات نقدر ان احنا نقول لهم خش نامي يا روحي، تتفرج معايا ولا تقوم، اما تيجي نتفرج مع بعض على حاجة تانية، يعني احنا نقدر نتصرف. ولكن في الفترة دي واضح ان الريموت كنترول اصبح وهو مقياس. الدراسة دي بتقول حاجة كمان مهمة جدا، ان الريموت على دراع كرسي الاب اللي هو ناحيته، يعني ده رمز لعلاقات القوة، وكأنه سليل الصولجان في القرون الوسطى. يعني هم عاملينه من حيث لا يدري الرجل ان دي منطقه نفوذه ومنطقه قوته، وان هو الريموت كنترول ده هو جزء من القياده، فهو طول الوقت عنده احساس ان القياده بيدي. بس هي القياده بيد النساء، النساء بتعمل ده
تفضلا، عقلا، حكمة، عطاء، دي حقيقة، إيثارا، يعني أيا مكان. وفي بعض الستات الحقيقة بيبقى عقلهم صغير وبيعملوا مشاكل في القصة. أنا منهم، وأنا أتفرج على أنا عايزاه وقت ما أتفرج عليه، وهو يقعد. إحنا شراكة وليست قيادة، إحنا شراكة. طيب النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة إحنا جالنا أكتر من طلب، فكرة إن إحنا نتكلم عن الحمى اللي موجودة دلوقتي، أو الفيروس اللي موجود دلوقتي. الفيروس ده منتشر في كتير من المدارس، الفيروس المخلاوي، وفي درجات حراره كبيره، وفي ولاد كتيره بيتعبوا منه جدا. صح، امبارح دكتور خالد عبد الغفار عمل مؤتمر وقال يا جماعه ولادكم اي حاجه تقعدوا في البيت، لان صح. الولد بيعدي الكبار وبيعدي 10 على الاقل، فلو عنده اي درجه حراره بسيطه صح. من فضلكم اقعدوا في البيت، وطلب بعودة الكمامة مرة تانية، لأن ده مشكلة كبيرة. والمشكلة إن إحنا ما بنبقاش عارفين هو ده كورونا ولا ده الفيروس الجديد، ولا هما الاتنين مع بعض، ولا هو جزء من تطور المتحور. خلي بالكم إن بس حاجة مهمة جدا لكل أسرة مصرية النهاردة، في الجد أو الجدة موجودين معاهم في البيت، وفي ولاد بيروحوا المدرسة، فالموضوع ما بيبقاش سهل. فخلينا نبقى حريصين جدا، خلينا دايما بعاد عن الجد والجدة أو أصحاب الأمراض يعني المزمنة اللي ممكن تبقى موجودة في البيت، لأن فعلا فعلا الأولاد الصغيرين من غير ما بيحسوا حبايبي بيلقطوا الفيروس وبيعيوا الناس اللي حواليهم. عشان كده النهاردة الكونسولتو اللي هيبقى موجود معانا تقريبا معظمه أو كله يتعامل مع الأطفال، إن كان طب الأطفال، قلب الأطفال، يعني كل الصدر، كل حاجة ليها علاقة المعدية أو المناعية، سرطان وحاجات كتير جدا الناس اللي عندها مناعة ضعيفة. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نلتقي مع الكونسولتو الكريم اللي موجود معانا ونجاوب على كل استفساراتكم في الفقرة. التالي تأثير الفيروس المخلوي التنفسي على الأطفال والمسنين وطرق الوقاية منه. الفيروسات المختلفة الجهاز التنفسي وينشط عملها أكثر في فصل الشتاء، يأتي من أبرزها بعد كوفيد-19 الفيروس المخلوي التنفسي، وهو أحد الفيروسات التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي والرئتين، وهو شائع للغاية بين الأطفال بعمر 12 شهراً فما دون الرضع، خصوصاً من ولدوا قبل أوانهم، كما يصيب البالغين الأكبر سناً وأصحاب أمراض القلب والرئة ومرضى ضعف المناعة. تظهر علامات وأعراض الفيروس المخلوي التنفسي بعد 4 إلى 6 أيام للبالغين والأطفال، ويتسبب في التهاب الرئة أو القصبات، وهي الممرات الهوائية الصغيرة المؤدية إلى الرئة. وتشمل العلامات والأعراض احتقان وارتفاع درجات الحرارة وتكسير العظام، ويكون الرضع هم أشد الفئات تأثرا به. يمكن للفيروس أن يعيش لساعات عدة فوق الأشياء الصلبة، ويكون الشخص المصاب ناقلا للعدوى بأقصى حد خلال الأسبوع الأول تقريبا بعد بدء الإصابة. أما الرضع والمصابون بضعف جهاز المناعة فقد يستمرون بنشر الفيروس حتى بعد زوال الأعراض، وذلك لمدة تصل إلى 4 أسابيع. فما الفيروس المخلوي التنفسي وكيف ينتشر وما تأثيره على الأطفال وكبار؟ بنرجع مرة تانية مع حضرتكم، كان دكتور بيفضحني في حاجة تانية. يا جماعة الفيروس المنتشر اليومين دول
يقال إنه هو فيروس مش سهل بالذات على الأطفال. في أطفال كتيرة جدا بياخدوه حرارة، أمهات بتقعد تصوت على الفيسبوك وبالذات في الجروبس، هل ده كورونا هل ده مش كورونا، طب نعمل إيه؟ طيب لو الطفل ده أوريدي عنده مشكلة، عنده سكر، عنده حاجة زي يعني ربنا يشفي كل ولادنا، ورم، عنده سرطان، عنده مشاكل، هل مفروض ان احنا ليه اجراءات معينه؟ هل مفروض ان احنا ناخد خطوات سريعه في الموضوع ده؟ خلونا الاول نتكلم مع الكونسلتور الموجود معانا واللي منورنا اساتذتنا، نتكلم عن الفيروس، نتكلم نعمل ايه، نستفيد ازاي. بلس كمان حاجه مهمه جدا ان احنا دايما بنبقى مفتحين لايف لاي سؤال لاي ام عايزه تساله للدكاتره الموجودين معانا النهارده، احنا تحت امركم وعلى اتم الاستعداد ان احنا نرد على استفساراتكم. بيسعدنا يكون معانا دكتور احمد الحلفاوي استاذ الامراض الصدريه بكليه طب قصر العيني، دكتور لمياء حسن استاذ طب الاطفال. انا اسفه دكتوره لمياء محسن، الكتابه مش باينه، استاذ طب الاطفال بجامعه القاهره، دكتور رشا عمار اهلا وسهلا استاذ طب الاطفال وقلب الاطفال ورئيس وحده الطوارئ بمستشفى 57357، دكتوره لبنى محمد الامين استاذ طب اورام الاطفال بالمعهد القومي للاورام في جامعه القاهره، نورتونا وشرفتونا اهلا وسهلا. وبنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين، ومعانا يعني مجموعة نفتخر بيهم من علماء وكل مصر العلمية بامتياز، ودكتور أحمد، دكتور لميا، دكتور رشا، دكتور لبنى. دكتور أحمد، البشر حائرون يتساءلون في جنون، هذا الفيروس إيه يكون؟ هل ده كورونا؟ هل متحور جديد من كورونا؟ ايه علاقته بكورونا؟ ازاي نفرق بينه وبين الفيروسات الاخرى ان الفيروسات تشابهت علينا؟ مساء الخير عليكم الاول. اولا احنا دلوقتي في فتره بتاعت فيروسات تنفسيه كلها شبه بعض، يعني حتى فيروس الكورونا وصلنا ان هو الحمد لله دلوقتي بقت اعراضه بسيطه جدا زي الانفلونزا، عشان كده كل الحاجات دي بيسموها انفلونزا لايك ايلنس، يعني مرض شبيه بالانفلونزا، رشح، تكسير بسيط، ممكن درجة حرارة. لا، جامد يا دكتور. دلوقتي الأدوار الموجودة أدوار شديدة. لا أنا مش معترض، أنا قصدي بس هي تختلف في شدتها، وثلاث لخمس أيام والأعراض بتتحسن وتختفي اللي كنا بنشوفه كلنا. إحنا بس الفترة اللي فاتت ده بقينا مركزين جدا مع الفيروسات بسبب الكوفيد طبعا. واللي حصل اللي جد جديد إنه الفيروس اللي هو المخلوي ده، هو الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس ده، ظهر بس البيك بتاعه بدري شويه. يعني هو عاده بيبقى في اواخر نوفمبر ديسمبر لغايه يناير، ابتدى من بدري شويه. طبعا معانا اساتذه الاطفال، هو اكتر الناس بيصيبهم الاطفال. الكبار الادلتس بيجي في السن المتقدم شويه، بعض الناس بيصيبهم يعمل لهم مشاكل، خصوصا اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي او مشاكل في القلب، حاجات امراض مزمنه. معظم الإصابات بتبقى في الأطفال نظراً للظروف طبعاً، المدارس والحضانات ونسبة ضئيلة منهم اللي بتحتاج تخش مستشفى. فهو الموضوع مش بالعكس، أنا لو تفتكروا في أول الكوفيد الموضوع كان قلق، بس المرة دي غير السعيدة واللي حصلت. بس المرة دي لا، الفيروس إن شاء الله بسيط ويعدي بإذن الله بسهولة. دكتور، لو إحنا ولادنا جه بحرارة، ممكن نفرق ازاي من دور برد عادي لدور فيروس الفيروس الخلوي المخلوي؟ ايه ليه سموه مخلوي؟ هو مش مخلوي خالص، هو ممتلئ ومتعب. ايه الاعراض؟ ايه الفرق؟ شوفي حضرتك، هو الفيروس كلها ومنها الفيروس المخلوي او الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس تيجي بحراره، بالتب الحال، برشح خفيف، بكحه، ولكن هي بيصيب الأطفال الصغيرين وتحديدا قبل سن، يعني لحد سن سنتين، بتلاقي معظم الأطفال طول عمرهم من الخمسينات من ساعة ما اكتشف الفيروس ده بيكونوا أخدوه. هو ليه بس طبيعة، يعني إن ده فيروس مناعة من الخمسينات مكتشف، وبيجي زي ما الدكتور أحمد قال بالظبط في الفترة بتاعت الخريف، يعني قرب أواخر الخريف والشتاء. إنما هو ليه صفة أو خاصية إن هو ما بيعملش مناعة، فبالتالي ممكن تتكرر
الإصابة بيه كل أسبوعين ممكن نلاقيه عنده، تتكرر بيه الإصابة. وبعدين حضرتك اللي بيبقى عليهم قلق قوي الأطفال الصغيرين اللي أقل من 6 شهور تحديدا، لو هم مولودين قبل ميعادهم يعني مبتسرين، أو مولودين بوزن أقل من 2.5 كيلو أو ناقصين نمو. ليه بيبقى خطر عليهم؟ هم لأن دول مناعتهم ما بيبقاش الجسم وأجهزته مكتملة، ومن أجهزة الجسم دي المناعة. فبالتالي هم أكثر عرضة إن هو لما يجي لهم يعمل لهم مشاكل. بس يا دكتور الإصابات أغلبها في المدارس وفي الحضانات، بس في المدارس، والأعمار أكبر من فكرة السنتين والست شهور و الإصابات لكل السنين، الخطورة للي سنهم صغير أكتر. إنما الإصابات بتيجي لما بيكون في أماكن مغلقة فيها تجمعات، والتجمعات دي بتبقى في المدارس وفي الحضانات. وبعدين يمكن دي بقى فرصة نقول إنه التهوية الجيدة ما بتعيش، اللي بتعيش كتمة. فنقول إن هو في المدارس لازم نخلي تملي هواء جاري، وإننا لو فتحنا الشبابيك مش هيعيوا، هم بيعيوش من السقع، بيعيوا من الكتمة. طب دكتور رشا، المخاطر بقى في القلب، يعني في القلب للأطفال والقلب للكبار. لو الكبير خد العدوى من الطفل وعنده مشكلة في القلب، ابتدي الأول بالأطفال. بالنسبة طبعا للأطفال، يعني هم الكاتيجوري بتوع الأطفال اللي عندهم حاجات في القلب هم من الفئات اللي ممكن يجي لها يعني تبقى محتاج يتحجز أو يبقى فيه خطورة أنه هو يخش المستشفى أو كده. ليه؟ لأنه هو كفيروس زي بقية الفيروسات الرئوية ممكن يعمل التهاب في عضلة القلب، ممكن يعمل التهاب رئوي شديد، لأنه هو الطفل أوريدي عنده الرئة بتاعته فيها مشاكل نتيجة مثلا عيب خلقي في القلب، وفي ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، يعني في شوية حاجات كده بتخليه عرضة أكتر أنه يجيله مضاعفات وأنه يتحجز ويجيله التهاب رئوي حاد ويضطر يخش المستشفى. طبعا يعني بالنسبة للكبار دايما اللي عندهم يعني أمراض قلب، سواء كانت عيوب شرايين تاجية أو احتشاء في عضلة القلب اللي هو فشل في وظائف القلب، لو كمان سنهم كبير أو عندهم السكر أو يعني كل دي حاجات بتزود الخطورة أنه يبقى يعني حاجة فوق الحاجة. يعني دايما زي ما بنقول الدكتورة لاميا كانت بتقول extremes of age اللي أقل من سنتين وخصوصا أول 6 شهور، والمبتسرين برضو اللي فوق 65، أو الأطفال بقى في any age group اللي عندهم مشاكل كمان في حاجات تانية، يعني مثلا عنده ضمور في العضلات، عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الرئة مزمنة، عنده أمراض في التمثيل الغذائي، أمراض سكر. يعني بالنسبة طبعا للكبار في السن برضو نفس الحكاية، يعني كل ما بتزيد العوامل كل ما يزيد العرضة للمضاعفة. طب دكتورة رمنا، احنا دلوقتي هنتكلم على وضعية طفل معين، طفل ممكن يكون ربنا يشفيهم يعانوا من السرطان، وممكن يكون هو بيروح ياخد الكيمو وبيرجع البيت بس بيروح مدرسة. تمام. في شغل أو في دور للأم أو في طرق معينة للحفاظ على الطفل ده بالذات عشان يروح المدرسة ويرجع من غير ما يتعرض لأي نوع من الأمراض، وبالذات خاصة الفيروس ده؟ خليني بس أكمل يعني أجاوب حضرتك وأكمل على أساتذتي وزمايلي. هو خلينا برضو نتفق ان الفيروس ده فيروس يعني بناين جدا، هو فيروس طيب وابن حلال جدا. هي المشكله زي ما برضو تفضلوا قالوا، المشكله في الاكستريمز اوف ايج، والحاجه الثانيه لما يكون في مشكله في الجهاز المناعي بتاع الطفل، او طبعا الادلت، مش انا خليني هتكلم على الاطفال. اي بيكون في اضطراب او نقص او ضعف في الجهاز المناعي طبعا ده بيخلي مقاومة الجسم للفيروس الطيب ده أضعف، ما بقاش طيب، بقى شرس خلاص، لأن هو جسمي أنا مش قادر يقاوم الفيروس ده. والحاجة التانية طبعا زي ما الدكتورة لمي قالت، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، أنه ما بيكسبش الطفل مناعة، فهو معرض أنه مرة واثنين وثلاثة. طب إحنا عايزين نقطع بقى الحلقة المفرغة دي، هنقطعها إزاي؟ هنقطعها بقانون الوقاية خير من العلاج. هو ده اللي احنا لازم يعني نركز فيه اكتر، اللي هو ايه قانون الوقايه اللي هو اننا لازم نعلم الطفل او حتى الكبار، لازم نعلمهم ازاي في فتره نهايه الخريف وبدايه الشتاء عموما ازاي احافظ على طفلي. احافظ على طفلي بان انا افهمه قد ايه غسيل الايدين ده شيء مهم، قد ايه لو ما كانش فيه افيلابيلتي ان هو يغسل ايده كتير طول الوقت
انه يبقى معاه السانيتايزر اللي هو حاجه فيها الكحول بيز، يعني اللي هي الموجوده معانا المطهرات الايد اللي موجوده دلوقتي بنسبه الكحول 70% موجوده دلوقتي في كل حته من ايام الكورونا الناس كلها بقت تستعملها. ده بالنسبه للايدين. نحاول نقلل قد ما نقدر يعني القرب الزياده عن الحضن والبوس والروح قلبي وهات حضن المامي. طبعا دي حاجه ضد طبيعتنا احنا بالذات المصريين، بس احنا محتاجين نقول الكلام ده على الاقل لاولادنا في الفتره دي كتير قوي. طبعا الام بقى اللي عندها طفل اورام وبياخد علاج كيميائي او اشعاعي ومناعته اساسا قليله، احنا طبيعي جزء من علاج الطفل ده اننا بنعمل له بيشنت اديوكيشن، احنا بنعلم الام ازاي هذا الطفل محتاج يتحط دايما في يفهم يعني ازاي يحافظ على نفسه. فكل اللي بنقوله ده للطفل العادي حضرتك اضربيه بقى في 10، لازم تخافي عليه من اي تجمعات، اعياد ميلاد، مولات. ما انا برضو مش عايزه احسسه ان هو لوحده في الدنيا، لا خالص بالعكس ده هو هيروح كل الحتت دي. بس يعملها ازاي؟ طيب هنتجنب طبعا نلبس ماسك الغلط يعني بس. لبس الماسك ده يعني يعمل ايه على الاقل كده يعني حاميناه من الرذاذ اللي جاي او اللي طالع منه، والنفس والتقبيل دي حاجه. دول ثلاث حاجات نقدر نعملها. الحاجه الثانيه غسيل الايدين والتلامس ده من لانه الفيروس ده بيعيش على الاسطح، بيعيش للاسف هو بيعيش ساعات يعني بيعيش زي كورونا بالظبط، زي كورونا بالظبط يعني على الاسطح وعلى الموبايلات وعلى المفاتيح بيعيش، عشان كده وعلى الهدوم ممكن وعلى الهدوم وبس أخبر. بيعيش عدد ساعات اقل من الكورونا. عمر الكورونا. طب يا دكتور احمد ازاي نفرق بين الكورونا وبين ده؟ دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ده ما بنفرقش خالص، نفس الاعراض بالظبط، سخونه وتكسير كان زوره تعبه بعض الرشح، الصفات اللي كانت في الكورونا مثلا اللي كنا بنشوفها فقدان حاسه الشم والتذوق والكلام ده ما عادتش موجوده. يعني ده بس المختلف. طبعا الكورونا كان كفيروس جديد فكان في مضاعفات كتير كنا بنشوف كتير، دلوقتي احنا رجعنا لعصر ما قبل الكورونا انه بيجي لنا ناس عندهم التهابات فيروسيه ما بندورش الصراحه نعرف ده كان كورونا ولا مش كورونا ولا لا، طالما الاعراض نقدر نسيطر عليها بالادويه البسيطه ما فيش داعي بقى المضادات الحيويه لو احنا شاكين ان هو فيروس او شبه شخصنا ان هو يعني فيروس. هنا مش لازم مضاد حيوي؟ لا طبعا عاده الفيروس بيبقى في المرحله الاولانيه ما بيحتاجش مضادات حيويه، وارد بعد شويه انه يبقى فيه يجي عدوى بكتيريه ثانويه يعني فيحتاج. ونعرف منين ان العدوى جت؟ الحاجات اللي العدوى بيبقى ليها اعراض زياده بقى في افرازات في الجسم بالكشف طبعا بيبان، لكن مجرد الرشح العادي ده هو مع ارتفاع في درجه الحراره بس وبعض التكسير البسيط فايرال انفكشن. ايوه بس احنا على سبيل الاحتياط بناخد المضاد الحيوي اللي هو حاجة. عشان البكتيريا الخفيف اللي المفروض عشان ما يجتمعش الفيروس مع البكتيريا في الاطفال. حضرتك ما تنصحيش بده؟ لا طبعا. لا هيك الميكروبات الفيروسيه ما تاخدش مضادات حيويه، ومعظم اللي موجود 80% من الميكروبات فيروسيه، وزي ما الدكتور احمد قال لما بتيجي عدوى بكتيريه عليها بنلاقي الدور ما بيتحسنش، الدور بيفضل بزيد. مستمر، الطفل بيسوق والحراره بتفضل عاليه، هنا اللي ساعتها بقى بالكشف بنأكد ان في عدوى بكتيريه او حتى بصورة دم. في امهات بيستعجلوا بان هم ينزلوا يصرفوا الدواء بنفسهم من الصيدليات، وهنا كل الامهات مثلا على جروب، مثلا هم في جروب المدرسه فهم كلهم انا ابني صدره مقفول وعنده سخونيه، فكل واحده فيهم بقى تبتدي تطلع لها بنوع من الدواء فالست تنزل تعمل كولكشن. ايه اخطر أدوية لو جمعناها بدون ذكر أسامي، لو الأم دي نزلت جابت إيه وإيه وإيه فدي تركيبة فيتل وإنها لازم تروح للدكتور، إيه التركيبة اللي من وجهة نظر حضرتك كل أم لازم تفكر فيها قبل ما تديها لأولادها؟ كل التركيبات ممكن يعني مثلا دواء سخونة مسموح لي حضرتك، دواء طارد للبلغم مثلا، دواء سخونة بس هيستعمل إزاي؟ هيستعمل بوقت كل قد إيه؟ أدوية طاردة البلغم أو موسعة الشعب دي ليها برضو عوارض جانبية، لما بيكون في سبب نستعملها عشان توسع الشعب ماشي. ما بيقول يا مامي أنا مش قادرة أتنفس، مامي في بلغم هنا. هنا بقى في مش قادرة أتنفس دي بنعتبرها عارض من عوارض الخطورة، هنا بقى لازم تروح لدكتور. يعني رشح خفيف، حرارة بسيطة 37-38، كحة خفيفة، زي ما زمان
زي من 3-4 سنين ادوار البرد اللي كنا بنقول عليها دي ادوار برد عادي، انما لما بيتطور والحاله بتسوء بتاعت الطفل والحراره تبقى تقعد اكتر من 2 أو 3 وحراره تطلع 9-9.5 لازم نبقى نرجع لطبيب. كل الادويه ممنوع. ممكن يكون ليها طبعا عوارض. طب استكمالا لده بقى في موضه دلوقتي حقنه البرد، كل الناس اغلبهم بينزلوا الاخزخانه ياخدوا حقنه البرد اللي هو مش عارفه ايه مع ايه مع ايه مع ايه، دي لها مخاطر كبيره جدا على القلب وعلى على كل حاجه الحقيقه، لان هو يعني هي اولا المريض ما بيبقاش عارف ايه اللي جواه، تركيز الحقنه الكوكتيل دي فيها ايه مع ايه. دكتور ماما بيتوها في الصيدليات. ايوه ما هي السايد افكتس بتاعتها يعني في تضارب في الادويه مع بعض ولا لا، في ادويه اصلا ممكن تزود السايد افكتس او الاعراض الجانبيه بتاعت ادويه تانية. اولا طريقه تعقيم الحاجه، ان انا اخد من فايل وادخل في من امبول واحط في امبول في سرنجه واحده، يعني فيها عوامل كتير قوي. ده ناهيكي عن ان اساسا وظيفه الصيدليه مش المفروض انها تبقى بتدي حقن. يعني قصدي حضرتك ان الكوكتيل ده بيجي من اكتر من بتاع، وهو الدكتور في الصيدليه طبعاً ده مش بتبقى مش بول مش امبول بيتاخد لوحده؟ لا هو أوكي. بيروح، فانت الحقيقه ما عندكيش اي مرجعيه لايه اللي اتاخد. لو افترضنا ان حد اخد الحقنه دي وجاله الرجي او حساسيه فظيعه ادت لوفاته، احنا عرفنا الحقنه دي كان فيها ايه، مصدرها ايه، يعني الباتش نمبر السيريال نمبر، يعني ايه الماتيريال اللي جوه الحقنه دي، واستقبال جسمي غير جسم حضرتك غير جسم الولد غير جسم، يعني ده شيء في منتهى الخطوره الحقيقه. حضرتك انت او برضو ما سمعتي موضوع كوكتيل رجعتي بظهرك لورا. ليه زعلت؟ اولا يعني تكميلا لكل الكلام، الكوكتيل اللي حضرتك بتقوليه ده بيبقى فيه كورتيزون. اوكي لا ننصح طبعا اطلاقا ان الطفل ياخد كورتيزون بدون سبب واضح ولا الكبير، في اسباب تخلينا ندي كورتيزون بس دي لازم وصف الدكتور. اوكي دي نمره واحد. نمره اتنين، في ادويه مضاده للحساسيه مش كل الناس محتاجاها، في ده كل ده في التركيبه العجيبه دي، في مضاد حيوي بجرعات غريبه جدا ما نعرفش اساسا الطفل عنده حساسيه منها ولا ما عندوش، ما نعرفش هو محتاجها اساسا ولا مش محتاجها. خافض حراره زي ما الدكتوره لميا برضو قالت، التركيبة دي يعني التركيبة دي والكبار كمان مش بس للأطفال، لكن الأطفال اللي عندهم ضعاف المناعة اللي انتوا بتتعاملوا معاهم واللي مثلا ممكن يبقى طفل أقل من 2 عامين، يعني أرفع لي مناعته ازاي؟ احنا عموما يعني أنا بكلم على طبيب قصدي الطفل الأورام، احنا بنبقى مفهمين الأم كويس جدا، ودي حاجة يعني أنا بقول الحمد لله إنه ما تاخدش أي دواء برا المستشفى، حتى احنا عيانينا لما بيروحوا سواء معهد قومي الاورام او من مستشفى 57 لو راحوا اي مستشفى في النير باي حواليهم في مختلف المحافظات، اول ما بيدخلوا بيقولوا احنا مريض اورام، فمش اي حاجه ناخدها. فالحمد لله احنا حامين ولادنا من القصه دي. والام والاب بيبقوا اكثر حذرا طبعا، بيبقوا طبعا بيبقوا خايفين من اي حاجه ياخدوها. فالحمد لله هم دي بعيده عن، لكن هي انا طبعا لا انصح لا تنصح خالص. طب دكتور احمد احنا عندنا سؤال على صفحتنا وابتدوا اصدقائنا يبعتوا لنا، داليا اسماعيل بتقول يا ريت بجد لان بنتي نزلوها الصبح نزلها صبح مبهدل صدرها ومناخيرها، بنتي بقى لها شهر كحه فظيعه بلغم مع رشح طول الوقت ومفيش علاج نافع وبتنزل بدري عندها 7 سنين ونص. اللي بيحصل بقى ان هو الكحه والاعراض اللي بتطول شهر دي في الغالب ما بتبقى عدت كمان مرحله العدوى بقى الفيروسيه ثم البكتيريه وابتدى اعراض الحساسيه. فهي مش محتاجه بقى اعاده مضاد حيوي وادويه تانية، هي يعني ممكن الحاله ده تكشف ويبقى الدواء حساسيه بسيط ولازم تروح للدكتور. طبعا بالظبط. دكتور لميا احمد ومريم سريتي بيقول او بتقول ابني رضيع وكان عنده مشكله في الرئه بعد الولاده وطلع من الحضانه بعد 2 شهر، ممكن اعرف في حاجه تساعدني ان انا اتجنب اصابته بالفيروس؟ اكتر حاجه مهمه انه ما يتعرضش لاشخاص مصابين، يعني سواء كانوا كبار او اطفال، فمش معنى كده انه يتحبس او كده، لازم يبقى في تهويه جيده في البيت، ممكن تخرجوا في الشمس طبعا، انما حضرتك ما يتعرضش. دي اهم نصيحه، لازم الى جانب التغذيه الكويسه تهتم بان هو بيرضع كويس بان هو بيزيد وزنه كويس، دي اهم حاجات. طب دكتوره عشا، في ولاد
برضو بيبقى مشكلة عندهم مشاكل في القلب برضو، ولازم يروحوا المدرسة ولازم يبقوا لازم احسسهم انا كأم ان الموضوع عادي وان هم بيتحركوا عادي. لكن في كتير مننا بيجهل ايه اللي المفروض يعمله وايه اللي المفروض ما يعملوش، وبالذات ان الولد صغير في المدرسة او بنت صغيرة في المدرسة عايز تجري وتتنطط وتروح وتيجي. احنا عايزين ناخد روشتة لكل ام ممكن ولادها يكونوا بيعاني من حاجة في القلب ومضطرين يودوهم المدرسة في الاجواء دي وفي الفيروس، يعملوا ايه؟ لازم نفرق ما بين حاجتين. في حاجات عيوب خلقية بسيطة مش محتاجين ان احنا نقلق قوي، زي مثلا ثقب اذيني، في شوية عيوب خلقية بسيطة يعني مش عايزة الناس برضو تبقى بانيكينج، لكن احنا بنتكلم على الطفل اللي عنده عيب خلقي في القلب وسكادجولد او هيعمل عملية قلب مفتوح او عمل عملية قلب مفتوح او بياخد علاج علشان في فشل في وظائف القلب. هم دول الثلاث حالات، يعني مش كل حالات، يعني في ناس مثلا بيخشوا بيوسع صمام بالقسطره ويبقى طفل طبيعي، في طفل بيبقى عنده ثقب بس ثقب مش عامل له مشكله، لكن احنا الثلاثه دول اللي هو هيعمل عمليه، يعني عنده عيب خلقي هيحتاج انه يعمل عمليه يتصحح بعمليه قلب مفتوح او عمل قلب مفتوح او طفل بياخد علاج قلب. الثلاثة دول لازم نحميهم من كل الفيروسات الرئوية، سواء كانت الريسبيراتوري سينسيتيال أو الراينو أو الأدينو، كلهم اللي هي الفيروسات اللي بتعمل نزلة البرد العادية ممكن مع الطفل ده تعمل له التهابات على صدره، تعمل التهابات رئوية أو التهاب في الشهب الهوائية. التهابات رئوية بتضر بالقلب؟ طبعا، لأنه يعني ليها صلة؟ في صلة. اولا الطفل اللي عنده اي حاجة من الكونديشنز دي اللي هي هيعمل عملية او عمل عملية او بياخد علاج يعني بيعالج وظائف القلب، في اغلب الحالات او بنسبه 70% بيبقى عنده كمان ميه كتير في الرئه نتيجه ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. يعني هم دايما وظائف القلب والرئه يعني مرتبطين ببعض، فده بيبقى عنده قابليه اكتر ان الميكروبات دي لما تيجي ما تعديش مرور الكرام، اللي هو يعني جابت له دور برد ومثلا حتى نزله شعبيه اخذ، لا ممكن تبتدي تعمل التهاب رئوي. لازم هنا دول نعمل ايه؟ دول زي مع كل الفيروس، زي ما كنا بنعمل مع كوفيد، زي ما دكتوره لبنى كانت بتقول ودكتوره لميا ودكتور احمد قالوا، لازم نغسل ايدينا ونرجع نلبس ماسكات. لو حد عيان ما يعني ما نروحلوش ما نزوروش مثلا، او الطفل ده برد معدي زي كورونا زي بالظبط كده، يعني لازم نرجع تاني نحافظ على يعني خصوصا الاطفال دول والاطفال الثانيه برضو اللي عندهم مشاكل في الكبد او في الكلى او في الجهاز العصبي، لازم يبقى فيه يعني اجراءات وقائيه. طيب اسمحوا لي هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع سؤال سهير، وهنفتح تليفونات لان احنا عندنا تليفونات كتير لمشاهدين. بقى نطلع فاصل. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وفورا هنبتدي ان احنا ناخد اسئلة حضراتكم ونسألها للدكاترة الموجودين معانا. سهير هتبتدي معاه. عليا حلمي، سلامتك يا عليا. عندها 30 سنة، عندها كحة شديدة ببلغم اخضر ومش بتقدر تتنفس وبتسخن وبتاخد علاج ومفيش فايدة، ممكن اعرف اعمل ايه؟ مش كاتبة بقالها قد ايه؟ لا بس بتقول بقالي فترة طويلة. لا فترة طويلة ده محتاجة طبعا تكشف وفحوصات واشعه، مش هينفع اكتب لها دواء. يعني دي لازم تعمل اشعه مقطعيه على الصدر، على الاقل اشعه عاديه مبدئيا وتكشف. طبعا اي حد بكحه تطول معاه اكتر من اسبوعين ننصحه ان هو يعمل اشعه ويراجع طبيب. ليه يا دكتور بتبقى خايف من ايه؟ يعني مش موضوع بقى خايف من ايه. اول حاجه بنستبعد حاجات. نمرة اتنين انه دول لو افترضنا ان واحد جاله انفلونزا وبعديها جاله التهاب بكتيري وخف الوقت ده 10 ايام، اسبوعين ماكسيمم، اكتر من كده لا. طب والبلغم الاخضر ده اعتقد عند ناس كتير، ايه الفرق بينه وبين لون تاني في البلغم؟ اللون مش بيفرق قوي. اللون البلغم العادي اللي بيعمله الفيروسات عاده ما بيبقى اللون الشفاف، بلغم مخاط ممكن يبقى لازق شويه لكن شفاف. الاخضر غالبا ما بيبقى، يا اما بسبب التهابات بكتيريه او بعض الامراض بتعمل ان لون البلغم يتغير. بعض الناس اللي عندهم حساسيه مثلا
ويكح ويطلع حته بلغم صغيره لونها متغير، ما بنديلوش مضاد حيوي. هو بيعمل كده. الناس اللي عندها جيوب انفيه عندها تملي الافرازات ده، هي بتبقى لونها مغير. فاحنا مش بنعتمد بس على لون البلغم على قد ما اعراض واللي هو بيشتكي. صابرين احمد يا دكتور بتقول السلام عليكم وبركاته، انا ابني عنده 11 سنه وكان وهو صغير في الحضانه، والنهارده جه من المدرسه وعنده سخونه ووجع في الراس، اتعامل معاه ازاي؟ هي حضرتك 11 سنه ولسه جاي، هتدي دواء للسخونيه. اوكي كم مره بقى حضرتك عشان حضرتك قلتي؟ ما هي حضرتك حسب بتطلع كل قد ايه، يعني هي بتدي دواء الحراره انما وبتقيسها، طلعت بعد 6 ساعات بعد 8 ساعات بعد 12 ساعه، ساعتها بتدي الدواء. بتدي له الدواء لازم تدي سوائل كتير دافيه وزي ليمون برتقان جوافه، الحاجات اللي هي كلها الفواكه والخضروات دي مهمه جدا لانها بترفع المناعه. الى ان والصداع من الحراره. طب حضرتك الى ان بقى اعمل ايه بعد ايه اتجه للدكتور؟ هي في خلال 48 ساعه اما الحراره دي هتروح بالصداع او هيظهر عليه، هتكون الحراره دي مقدمه وهيظهر بعض الاعراض زي الرشح والكحه ولكنه حالته العامه كويسه. اوكي طول ما حالته العامه كويسه وهو مجرد شكل واحد عنده برد بندي دواء بس للعرض اللي موجود، انما لو سخونيه او لو كحه كده للعرض، لو كحه ممكن ندي دواء كحه، انما السوائل الدافيه احسن بكتير جدا لو باستمرار بتهدي كحه قوي. اوكي طيب في سؤال مش عارفه حضراتكم مين يجاوب عليه. ايه بتقول بنتي على طول عندها ادوار متكرره دور ورا التاني، خصوصا فصل الشتاء رشح وعدس، وفجأة الموضوع بيقلب على صدرها في يوم وليلة، كحة ليلية مصاحبة بترجيع، سنها 3 سنين ونص، عايشين على جلسات نفس تنفس في البيت، أحميها إزاي من الأدوار المتكررة؟ دكتورة رشا يعني هي طبعا الوصف شبه أنه يكون في حساسية على الصدر أو حساسية أنف مصاحبة برضو بحساسية صدر، وممكن تكون يعني عندها يعني حاجة مرض آخر في الرئة أو مثلا حاجة في القلب، لكن في أغلب الظن هيبقى حساسية صدر. دي طبعا لازم تكشف، يعني لازم برضو تتوجه للطبيب، تعمل أشعة أبيض وأسود على الصدر، ويعني تتابع وتاخد علاج حساسية ويتشاف إذا كانت هي ماشية على العلاج صح ولا لأ. يعني ساعات برضو بيبقى فيه عدم انتظام في اخذ علاج الحساسيه، فبيؤدي برضو ان كل يعني كل سيزن او كل فصل يجي فيروس يجيب دور برد بعدها يبتدي يعمل ضيق في الشعب الهوائيه واتاك ثانيه للحساسيه، فلازم تبقى بتتابع. انا في سؤال بس انا ما اعرفش ممكن يبقى التخصص ايه، لكن من فضلكم ابني دي جودي، من فضلكم ابني عنده 2 سنين وعنده ثقب في طبله الاذن الوسطى، وكل ما بيجيله دور برد بلاقي ودنه بتشر، انا عايزه حل. لا دي لازم ترجع طبيب انف واذن طبعا، غالبا هيحتاج عمليه يعني. ده ما ينفعش رد، يبقى اذا جودي انت محتاجه تتوجهي لدكتور انف واذن لان مش هينفع تقعد كمان لانه طالما بيشر مش طيب. بس انا عايزه اضيف حاجه للمدام اللي بتسال انه هو صح في السن الصغير ده اي التهاب في مجرى الهواء من فوق يعني لغايه مستوى اللارينكس يعني لغايه الحنجره كل المستوى اللي فوق ده بيبقى في حاجه اسمها قناه اوستاكيوس، دي بتوصل بالاذن الوسطى قصيره جدا، فاي التهاب في زوره بيسمع بسرعه في ودنه. فاحنا برده هنرجع تاني، احنا عايزين نقاوم او نقطع الحلقه بتاعه تكرار العدوى في صدره او في مجاري الهوائيه بحيث اننا نقلل ظهورها في ودنه، يعني الاثنين مكملين لبعض، يعني دكتور الاطفال بتاعها مع دكتور مع دكتور انفوز. اوكي رحاب ابراهيم يا دكتور لميا بتقول ابني عنده 40 يوم ومن وقت الولاده وهو عنده ترجيع ببلغم. من وقت الولاده ترجيع ببلغم؟ لا دي لازم، ده يعني 40 يوم ده يعني الفتره الاولانيه دي حرجه جدا. الترجيع ده شكله قد ايه؟ هل هو قشط ولا ترجيع؟ ده سؤال، لان ممكن جدا الولاد اللي هم الصغيرين دول اول شهر بيبقوا مخنفرين كتير قوي، والبلغم ده لما بينزل على المعده بيخليهم يرجعوا بسيط، فلازم يتعرف عدد المرات
كميه الترجيع قد ايه، وده لازم تتجه لطبيب. طب في نوره صبر بتقول ايه ادويه الحساسيه او حساسيه الانف اللي تنفع مع الرضاعه؟ ليها هي يعني دكتور؟ هي تاخد عشان تدي، عشان عندها حساسيه انف تاخد اول حاجه ممكن تاخد سبريهات موضعيه، اي سبريهات عشان ده مفعول، هي واضح ان هي خايفه على البيبي فعايزه حاجه امنه يعني. عندها حق طبعا، لكن هو مضادات الهستامين ده في بعض منها بقى انتقاله اقل، وفي بعض المضادات اللي بتتاخد للاطفال فهي ممكن تاخد منها يعني، في نوع نوع بياخده الطفل اللي عنده من اول، فبالتالي هي كست حامل تاخده. ما بقاش عندها مشكله. اوكي طيب، عليا حلمي بتقول ابنها عنده 9 سنين، من يوم الثلاث اللي فات هو تعبان، الاول كان سخونيه ورشح وبقاله من يوم الجمعه كحه مش بتفصل خالص من غير بلغم، ايه العلاج اللي ادهوله؟ هو عنده حساسيه صدر. مين بادر؟ رشح. قول. يعني هو اصلا عنده حساسيه صدر، ويعني طبعا هي لازم تروح للطبيب المعالج بتاعها، لانه هي هل هو بياخد برضو علاج للحساسيه ولا بيروح يتعامل معاه مجرد انه بياخد جلسات؟ يعني هي لازم تكشف طبعا. كحة وضيق في التنفس لأكتر من يومين ده خطر، لأنه ممكن يبقى فيه يعني ضيق جامد في التنفس والطفل يزرق، فهي لازم تروح تكشف طبعا، يعني لازم حد يشوفها. حقيقي احنا عندنا أسئلة كل الأمهات بيعانوا وبيبعتوا لبعض الإجابات. فكرة الحساسية دي يا دكتور لبنى طبيعي ولا في ناس عندهم ضعف المناعة فبيجي لهم الحساسية دي زيادة؟ لا، الحساسيه ما لهاش علاقه، الحساسيه قضيه. انا اغلب الاسئله حساسيه يعني. هو الحساسيه في السن الصغير ده بيبقى تشخيصها اكتر بكتير قوي من بعد 5 سنين. اول 5 سنين في حياه الطفل بيبقى الحساسيه اعلى بكتير، ومفروض ان احنا نبقى بنطمن البيرنتس يعني الام والاب انه دي حاجه بتتحسن بعد 4 لـ5 سنين. وهي كل ده مرتبط بايه؟ مرتبط بان المجاري الهوائيه بتبقى تطورها مش مكتمل قوي لغايه الوقت ده، فدي حاجه بتتحسن بالوقت. كل اللي بيبقوا محتاجينه حاجات زي موسعات للشعب الهوائيه او مجرى الهواء، وده بيساعد لانه البلغم يطلع بطريقه اسهل بدل ما يتراكم جوه صدر الطفل يعني. بس في الاخر اجابه حضرتك انه لا، الحساسيه حاجه وضعف المناعه حاجه ثانيه. بس عايزه اضيف لكل الكبار يعني اغلب اللي سائلين دول كبار. اتفضل. يعني هي برضو نفس الفكره، انه كتير قوي من الفيروسز اللي احنا بنتكلم فيها زيهم يعني الريسبيراتوري سينسيتيف فيروس او اللي هو المخلوي ممكن يعمل الاعراض دي في الطفل اللي عنده حساسيه مزمنه. فعشان كده لازم هي تروح حد يشوف حالته ايه، يعني هل في نهجان. هل الطفل ده مطلوب ان هو يعمل تيست حساسيه؟ هو لو هو مريض حساسيه اوريدي اكيد عمل. بس هي حتى احنا كأمهات بنبقى لما بتتكرر حاجه بنقول حساسيه على طول من غير ما نعمل تيست. طب والكبار يعملوا اختبار الحساسيه ده؟ لا، اختبار الحساسيه ده لناس معينين قوي محددين قوي وفي حالات محدده جدا. أوكي. لانه حضرتك هو الحساسيه دي مرض، او مش بلاش نقول مشكله في الجهاز المناعي. على فكره هو مش نقص في المناعه، هو المناعه بس بتشتغل يمكن في بزياده يعني فرط النشاط في المناعه مثلا. مش كده بس، يعني اللي مثلا لو حد بيشم ورده وعنده حساسيه، هي ريحتها جميله بس هي بتعطس جامد، هو الجسم اتعامل معاها على انها جسم غريب. فهو المناعه بتشتغل زياده، حتى ريحه النعناع ساعات بتعمل كده. معظم ادويه المناعه هتلاقيها بتهدي دي، يعني الكورتيزون ليه بيعالج الحساسيه؟ لانه بيهدي المناعه. فهو مش ناقص. طب انا عايز اسال دكتور، انا حقيقي دايما بيستوقفني وبيوجع قلبي جدا فكره ان الولاد الصغيرين واصابتهم بالكانسر، وطبعا مجهود رائع اللي عاملاه مستشفى 57 غير طبيعي. بس ومعهد الاورام طبعا. بس هو احنا عايزين نفهم، هل في السن ده الطفل لما بيصاب باي نوع من الاورام هل بيبقى وراثه؟ لان هو بيبقى لسه صغير جدا، لسه لا دخن مثلا ولا تعرض للجو، يعني
ما بنبقاش عارفين ايه الاسباب، واحنا كامهات نحاول نطمن على اولادنا ازاي نبقى مش هيجي لهم او تحاليل معينه. معرفش انه يعني اكتر من 85-90% من اورام الاطفال سواء امراض اورام صلبه او امراض دم مش وراثيه، عشان بس الامهات تهدى. امال ايه؟ ده مش مرض وراثي خالص، ده بيبقى بيحصل عيب او مشكله في تطور الجينات او نقل الجينات، يعني مشكله في الجينات، مش بيحصل حدث بيتعرض له جسم الطفل بتعمل المشكله دي. المشكله دي بقى جات له منين؟ جات له من اي حاجه، جات له من مش عايزين ندخل في قصص يعني كتيره، بس هو ممكن زي ما ناس كتير بتقول في نظريه الاكل معين، شرب معين، حاجات كتيره بقى، التلوث عموما، يعني كل دي نظريات مفيش حاجه مثبته، بس هي مش وراثه، هي حاجه حصلت في تركيبه الجينات بتاعه الطفل. طب سؤال تاني اكتر سهوله، هل ممكن انا كأم النهارده بسبب الهسس، عندي هسس خايفه، اعمل تحاليل معينه اطمن فيها على اولادي؟ برضو لا، مفيش حاجه كده. هتعملي سكريننج البسيط اللي هو صوره دم كامله يتبص فيها على نسبه الهيموجلوبين، خلايا الدم البيضاء والحبس للوقت الحالي. يعني مش مفيش اكتر من كده يعني. صح. طيب طوبى محمود بتقول خلي الدكتور يرد. خلي الدكتور يرد يا دكتور لو سمحت يا دكتور. وكل يوم دكتور يعني لميا بالليل بتجيله نوبه كحه صعبه قوي ببلغم لدرجه الترجيع، ايه الحل؟ ده سؤال متكرر، عشان كده احنا اتكلمنا يمكن عن الحساسيه ونتكلم على اي حد عنده المشكله دي او ما شابه. في كومنت تاني عشان بس تعرفوا المشاهدين قد ايه يعني هم يا مفيده كل رد الدكاتره لازم نرجع للطبيب. طب استفدنا ايه احنا بقى؟ لازم في حاجات ما ينفعش يا بصوا هم عايزينكم بس عشان الحالات كلها تشخيص ما ينفعش شفوي، في حاجات احنا بنحاول بس نرشدكم على الطريق، ما نقدرش نقول اسامي ادويه كمان. دليل يعني كتالوج كده بتعرفوا انتوا تمشوا عليه بعد كده. هو حيك الشكوى دي تحديدا دي بقى حساسيه، ولكن حساسيه انف، ده رشح من خلف الانف حتى لو ما بيكونش باين رشح خالص، وده بيزيد جدا بالليل، لان الحساسيه كلها انواعها بكافه انواعها بتكون اسوأ بالليل عن بالنهار. بس لازم بقى هنا نقول للام دي لازم ندور على سبب، قد يكون في بعض الاحيان السجاد او المكات او التراب او حاجه موجوده بتعمل تحديدا لان الحساسيه علاجها الاكيد السبب اللي مسبب للحساسيه يتشال، او نوعيه اكل ممكن، بس ممكن تكون نوعيه اكل، انما هو صعب يكون نفس الاكل ده كل يوم بالليل انما ده غالبا حاجه عن طريق الاستنشاق، يعني تراب او حاجه هو بيعدي عليها كل يوم، ممكن يكون ده سبب من الاسباب. من الاهل بيدخن طبعا، طبعا لو في حد فدي حساسيه، وعاده المستمره قوي دي الدكتور بتاعها عاده بيمشيها على حاجه من مضادات الحساسيه او بعض البخاخات، ولكن فتره وبيشوفوا هي غالبا الحساسيه بتيجي وبتتحسن وبعدين تيجي تاني وتتحسن، انما هي لازم تدور تحاول تدور على السبب. السؤال اللي كل الامهات على الجروب او على الصفحه بتاعتنا بيسالوه، ازاي نقدر نرفع جهاز المناعه وهل الفيتامينات مفيده ولا مضره؟ وبعض الدكاتره بيقولوا لازم الطفل ياخد فيتامينات، ودكاتره تاني بيقولوا لا بلاش في اضرار، كفايه الاكل والخضار. طبعا اغلب الاطفال مش بياكلوا كويس. ده لحضراتكم كلكم السؤال، لو حابين تشاركوا مع بعض اتفضل. لو هقول انا هقول بس ان هو الفيتامينات انا في رايي اسيء استخدامها جدا الفترات اللي فاتت. احنا قعدنا سنه بندي للناس كميات عاليه من فيتامين سي والزنك وبتاع اعتمادا على انه في فتره الكورونا في نسب محدده للجسم الانسان بيبقى محتاجها، لما حتى ندي لحد سبلمنت فيتامينات لسبب ان هو عنده مشكله في الامتصاص مثلا في المعده او في سن معين هما بياكلوش كويس، دي حقيقه احنا كلنا عارفين دي، اولادنا بياكلوش بس كويس. الفيتامين مش هيعوض الاكل، مش هيعوض الاكل باي صوره. الفيتامين ولا بيتخزن في الجسم، يعني بناخده الجسم بياخد جزء صغير جدا والباقي بيتخلص منه، ما بيتخزنش، مش هيعوض البروتينات، مش هيخليه قوي،
لا هو عامل مساعد، لكن الأساس هو الأكل الصحي، الرياضة، التعرض للشمس، هي دي الحاجات اللي ترفع المناعة. نفس الفكرة ولا في إضافة؟ هي نفس الفكرة، ولكن في بعض الأحيان بيكون في يعني أعراض باينة إن في نقص لفيتامين معين. ده هو اللي بندخل فيه ساعتها الفيتامينات. طب ايه هي الاعراض بعد قد ايه يعني في عمر كام؟ وايه هي الاعراض؟ لا يعني في بعض الاحيان السهله نعرف نقراها، مثلا الطفل بهتان فبيتعمل له صوره دم ويقول لك ده لا ده ما فيش مثلا نقص حديد، ده اللي ناقص فيتامين بي 12 مثلا. ففي الحاله دي بياخدوا نقص فيتامين د في الاطفال الصغيرين، وممكن في الكبار برضو ما بيتعرضوش للشمس، فهنا بندي الفيتامين لان في حاجه ليه. ولازم يبقى في مراعاه ان بعض الفيتامينات زي الف ودال وه وكاف دي فيتامينات علشان بتدوب بس في الدهون، فكثره اعطائها بدون داعي وارتفاع نسبتها في الدم بيمثل خطوره. طب في سؤالين عن المناعه. اول سؤال، ممكن ادويه مناعه لسن من 5 ل10 سنين في فتره الشتاء؟ وتاني سؤال، ان واحده مريضه روماتويد هبه طله محمد سلامتك كان عندها دور برد لاكثر من اسبوعين، التنفس بيبقى صعب جدا بالليل، قصه بالليل دي صعبه قوي، والكحه بتبقى مطوله جدا وكان في حساسيه في الصدر. خلينا نقول السؤال الاولاني بتاع المناعه. لا هو مفيش دواء للمناعه، مفيش دواء، احنا ما بنديش ادويه للمناعه خالص، ولا العيانين بتوعنا واعتقد ولا حتى الاطفال العاديه. دواء المناعه اللي انا يعني كنت هقوله، طبعا هم زمايلي قالوه بس انا هضيفه وهقوله بصوره كمان اكتر، هو الاكل المتوازن. زي ما حضرتك قلتي في ده، هو في اطفال كتير ما بتاكلش، بنسمع الكلمه دي كتير قوي، انا ابني ما بياكلش، انا بنتي ما بتاكلش. هو الام لازم يكون عندها وعي وادراك ان على مدى اليوم ابنها او بنتها يكونوا بياكلوا اكل متوازن. انا بنتي ما بتحبش تاكل خضار او ما بتحبش تاكل فاكهه، انا ممكن اديها العصير، مفيش طفل ما بيحبش العصير، ممكن اديها العصير فريش، يبقى انا اديتها كده فيتامين. مفيش جاي خالص للفيتامينز اللي عن طريق ال كدواء يعني كدواء. ما بيحبوش اللحمه، اصل صعيد على اللحمه باني اكل بيض، اكل فول، اكل سمك، اكل احطهم في اي حاجه، اكل حمص، بيحبوا قوي البيتزا، بيحبوا قوي المعجنات. يعني هنعمل معجنات برضو، هنقول بلاش نجيب يعني، تعملها هي في البيت على الاقل ضمنا المكونات، بس احطها اكتر الحاجات البروتينز، احط تونه، احط فراخ، احط. طب ايه المشروب اللي انا كأم لازم ابقى محافظه ان انا اشربه لابني يوميا او بنتي؟ يعني انا اعتقد انا لازم احافظ على الاطفال جدا ان هم يشربوا لبن، لازم يشربوا لبن. اللي بيحب لبن ساقع، اللي بيحب لبن سخن، اللي بيحبه بدون سكر، ايا كان ممكن احط له عليه شوكليت لو انا هحببها فيه اكتر، احطه بالموز، احطه بالفراوله، احطه بالجوافه، يعني اشكل اللبن باي طريقه. ممكن ادي زبادي، زبادي بالفواكه، كل دي صوره من صور اللبن، مفيد ككالسيوم، مفيد كفيتامين دي. العصاير الفريش كلها فوائد. بس اضافه بسيطه، العصاير الفريش مهمه جدا. وطبعا يعني بنقول انه مفيش داعي للمعلبه، ولكن الفاكهه احسن كمان. ليه؟ لان العصير فيه كميه سكر عاليه جدا، واحنا لازم ناخد بالنا من البدانه. يعني العصير الالياف اللي بتبقى في الفاكهه هي دي الفايده، فيها فايده. وغير كده كمان السكر بيكون عالي في العصير، في العصاير، فلما الطفل بيبتدي يشرب 3-4 كوبايات في اليوم بنبتدي نعلي عنده نسبه فلازم ناخد بالظبط. طب دكتوره رشا، في سلمى يحيى كمان مهمه جدا. سلمى احنا هنقولها للدكتوره سلمى ودكتوره لميا، بس نسال دكتوره رشا. كبار السن من مرضى الضغط والقلب، الامراض التنفسيه دي مشاكل، يعني ايه عوامل الخطوره وازاي هم يتحموا منها ايا ما كان النوع الفيروس؟ يعني أي مريض سواء كان سنه فوق 60 سنة أو عنده مرض مزمن، ما سواء كان حاجة في القلب، في الكلى، في الكبد، يعني لازم يحمي نفسه زي ما قلنا، غسيل اليد، برضو ما يروحش أماكن زحمة إلا لو لابس ماسك، لو عنده أولاده أو أحفاده عندهم أدوار برد او عندهم ادوار انفلونزا، لا ما يجوش يزوروه. دكتوره رشا، هو هل مريض القلب
من الأحسن إن هو يلعب رياضة، ولا 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 الرياضة لمريض القلب لازم تاخد شكل مختلف؟ وإيه هو الشكل المختلف؟ لا خالص، هي على حسب مريض إزاي. يعني مريض قلب ده هل هو مريض ضغط ولا هو مريض شرايين تاجية عنده جلسة قبل كده؟ ممكن تقسميه وتقولي يعمل إيه؟ يعني حضرتك تقسمي زمان؟ لا يعني هي طبعا مبدئيا لازم على حسب وظائف القلب. أوكي. هل وظائف القلب عنده مستقرة وكويسة؟ هل عنده اختلال في كهربة القلب مثلا بيزيد مع المجهود؟ طب كل دول ما يمشوش حتى؟ لا يمشوا طبعا. انا الرياضة بالنسبة لي كمان يعني احنا بالنسبة لنا المشي كويس جدا. السباحة كويسة جدا. اللي وحش جدا رفع الاثقال مثلا. اوكي. وحش جدا اللي فيه متفق عليه اللي فيه سترين رفع الاثقال وحش. بعض اللعبات الجماعية اللي فيها مجهود كومبيتيتيف سبورتس اللي هي باسكت وهاندبول وكرة قدم دي لازم يعني بيبقى بيتعمل طبعا تيستس، يعني لازم بيزور الطبيب بتاعه، بيعمل له رسم قلب بالمجهود، بيعمل يعني شوية بيركب هولتر يعني يشوف بالظبط مدى استجابة قلبه للمجهود قبل ما يقرر ان هو يلعب رياضات. دكتور لميا بقى سلمى يحيى بتقول الطفل لو التعب وهو صغير التطعيم اتضرر وما سابش علامة وحلل وطلع سلبي، المفروض يتطعم تاني عادي ولا لا؟ وهو سنه 3.5 سنين محتاجة رد ضروري، لان في دكاترة بيقولوا لي لا ما تطعميش ودكاترة بيقولوا لي لازم تطعم. طالما عملت الاختبار وطلع سلبي، اختبار معين اللي اسمه تيوبركولين بيكرر التطعيم وممكن يطعم في الوقت ده على طول. وفي العموم الدرم بيتاخد اول 40 يوم، وفي بعض الاحيان بيتكرر عند 6 سنين، انما في حالتها يطعم، ممكن يطعم. طب بمناسبه هبه الله محمد، اضيف حاجه بعد اذنك يا مدام مفيده. المشكله ان التيوبركولين ده مش متوفر الفتره دي. غالبا ما ما غالبا عملوا الكوانتيفيرون. عملوا تحليل ده غير التكنيك بتاع التوبركلين كمان. يعني مش كل الناس بتعرف تعمل التوبركلين تيست. هي بتدور على المناعه بتاعه الدرم عاده. ما بنعملش اللي هي بتعمله، اكيد عنده في مشكله وقالوا له لا اعمل تيست للدرم. لكن المشكله انه فعلا احسن حاجه اللي قالت عليه الدكتوره لميا الفتره الاخيره 6 شهور الاخيره دي تقريبا كان الماده نفسها مش موجوده. فلو كانت عملت التست التاني اللي هو الغالي، طب عشان بس ما نقولش اسامي، الغالي وطلع سلبي، لا محتاجه تعيده او تراجع الدكتور يقول لها حاجه تانية. طب هو بمناسبه التطعيم، التطعيم البرد صحيح احنا متاخرين شويه، بس من الانفلونزا ده مهم جدا. التطعيم الانفلونزا ده مهم، ومهم لمين تحديدا؟ اي حد عنده امراض مزمنه هو مهم بالنسبه له، خصوصا اللي عندهم امراض تنفسيه. حساسيه دي تعتبر مزمنه؟ طبعا مفيده، لازم تروحي تاخدي التطعيم، كلنا لازم ناخد التطعيم. الموسمي للانفلونزا مهم جدا من اول اطفال 6 شهور بيتاخد كل سنه. لازم اروح اخش الصيدليه النهارده اقول لهم ادوني تطعيم في الويك اند بقى، في الويك اند علشان بيعمل شويه تكسير بسيط كده وحراره. بس ممكن اخده من الصيدليه يا دكتور رشا؟ هو نفس مش لازم مصل اللقاح. مش لا مصل اللقاح الصيدليه، عشان انا في تجمع بس انت هتجيبيه من الصيدليه ممكن ما تلاقيهوش في الصيدليه، لازم دكتور اللي يديهولك. هو طب ممكن دكتور مش الصيدلي دكتور؟ هو بيتباع يعني سرنجه متعبيه جاهزه وبتاع، فممكن وبتاخد في عضل، فممكن قوي اي حد في اي استقبال مستشفى هيديهولك اي فاسيلتي يعني. بس الناس بتطمن اكتر للمصل واللقاح، بيخافوا طبعا يبقى اللي في الصيدليه ده. طب انا نفسي بس لو كنت قريبه منه افرضي، ما هو ده اللي مخليني مكسله. وفي اكيد كتير من المشاهدين نفس الفكره، مش كل الناس ساكنين جنب المصل واللقاح. بس خلينا بس نطمن الناس، واستحاله الناس من مصر كلها هيجوا على المصل واللقاح. ممكن اخده من الصيدليه، مش ليه فروع تانيه؟ ممكن اجيبه من الصيدليه والدكتور يديهولي، والدكتور يديهولي. في حالات بسيطه جدا جدا بيجي لها حساسيه من اي تطعيم، يعني ممكن يعني لازم تاخديه في انفايرمنت لا قدر الله لو حصل حاجه تلاقي حد يعرف يسال. الامان مهم. احنا بنشكركم جدا جدا على وقتكم وعلى تعبكم. ميرسي جدا على بنعتذر للناس الاسئله ما عرفناش نقولها، فبنعتذر لكم وكل مشاهدينا. احنا ما بنحاولش نرد على حضراتكم بادويه، لان ممنوع ان احنا على شاشه التلفزيون نقول ادويه خدوا ما تاخدش، لكن احنا بنحاول نقرب لكم وجهه تحاولوا تفهموا بحيث انكم تنزلوا
من بعد الحلقة دي تتوجهوا للدكتور المعالج إن كان لحضرتك أو لحد من ولادك. تحياتنا لحضراتكم. سهير بنشكركم ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله يوم جديد دايما بخير. تحياتنا لحضراتكم، بنحبكم ونشوفكم بكرة إن شاء الله.